العديد من المهن اختفت بصفة مؤقتة أو تغير نمط عملها تحسبا لانتشار الوباء، من بينها الصحافة الورقية. هذا الوضع الجديد فرض توفير خدمة إعلامية في صيغ بديلة داخل المؤسسات الإعلامية عبر تحول نسخها الورقية إلى نسخ إلكترونية. لا يمكن نعتبره على أن هذه مرحلة استثنائية، يعني بكل المقاييس، لا من ناحية ديال الكونفينمون، لا من ناحية ديال طريقة ديال التواصل مع القراء ديالنا، بحيث أن جميع الصحف الورقية الآن ولات تنشرها عن طريق إلكترونية، وبالتالي يعني طبعا هذا تغيير في السيبور، ويعني ماشي تغيير في المحتوى، ولكن على كل حال الواحد يخصو يدير المجهود ديالو، حتى حنا تنساهموا في هذه المرحلة هذه، لأن من ضروري في الظروف هذه يعني تكون الأخبار الصحيحة تتوصل للقراء وتتوصل للجمهور. نحن ما تخليناش على الورقي، دونك نفس العمل باقي مستمر، نفس الوتيرة ديال العمل، فقط الصيغة أو القناة هي اللي تبدلات من الطبع إلى الوسيلة ديال البي دي اف. لازال القسم التقني يشتغل بنفس الوتيرة، لازال الصحفيين يشتغلوا بنفس الإنتاج كيفما كان سابقا، فقط كما قلت تغيير المستوى التقني الذي فرضته الطرفية الصعبة. واحد القرار سريع، لأنه كنا في الوقت اللي كنا عددنا العدد الورقي جاء القرار، فكان التحول هكذا مفاجئا ومباغتا، وحاولنا ما أمكن أن نتأقلم معه. طبيعة الحال هناك اختلاف كبير، إلى جينا نشوفوا كاع العمل في زمن كورونا هو عمل مدني، وباش تبحث على الخبر وباش تقلب عليه وباش توصل لمعلومة، وحتى أن لكن الآن الكونفينمون الحجر الصحي وهذا ما يمكنكش أنك تلقى بزاف ديال الناس وتهضر مع بزاف ديال الناس. قرار تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية لم يكن هينا على الهياكل النقابية المعنية وأهل القطاع، لكن استمرار الرسالة الإعلامية يتطلب العمل وفق معايير ونماذج محددة. الفرق الآن هو أنه في القطاع الخاص مقاولات والصحفيين والعاملين مضطرين إلى الاشتغال، ولكن ما كاينش مداخل، لا بد الآن من وجود حل. ولذلك حنا الآن في المجلس الوطني للصحافة كنحضروا واحد المذكرة اللي غتمشي في خلال هذه 24 ساعة للحكومة لطرح المسألة التالية، أنه هذا قطاع ضروري خصو يبقى يشتغل، الصحافة ضروري كتبقى في جميع البلدان خاصة في الأزمات. باش تستمر هذه الصحافة كيخص العاملين وكيخص المقاولات تلقى باش أنها تحرك، والعاملين ضروري أنهم باش يمكن لهم يشتغلوا. في ظل هذه الظرفية الاستثنائية التي تجتازها بلادنا، يستمر الإعلاميون بالمغرب في أداء عملهم ملتزمون بأخلاقيات المهنة، فبالإضافة إلى البحث عن الخبر والمعلومة وتقديمه على الرأي العام، يحملون على عاتقهم مسؤولية وواجب التحسيس بأهمية الالتزام بالتدابير الحكومية التي تروم التصدي والحد من انتشار فيروس كورونا ومختلف سبل الوقاية من العدوى.